إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أمت الله بنت عبدي الله اذكر الأهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور الآن قد سرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقولي لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييتي وعلى ذلك متي وعلى ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى من الآمنات ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لنا ولها الفاتحة.